بنغدير الكتبي من خلال عوايد ومن خلال أيضا فوز زوبعة بكأس المحليات. ها هي الإثارة إذن تنطلق مع هذه الانطلاقة. انطلقي يا إثارة وابلغي عنان السماء وحدود الإبداع مع انطلاقتنا القوية. هنا مقدمة هذا الشوط الواصل يصل هذا الوصول المبروك، هذا الوصول الميمون إلى قمرة القيادة. الواصل إذن لهجن الرئاسة ينطلق في المركز الأول بقيادة المضمر السيد راشد بن محمد باسم المنصوري. الواصل إذن يصل على المركز الأول بينما مصوب يصل على مركز الوصافة. مصوب إذن لهجن العاصفة بانطلاقتها المتميزة يضمر مصوب السيد حمد بن راشد بن غدير الاكتبي والصيرمي. يصل الصيرمي الآن، الله الله، من أقوى الأسماء المرشحة في هذا التحدي. هذا هو الصيرمي لهجن العاصفة يتولى عملية تضميره حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أما المركز الرابع فأجد الأسد بدأ ينطلق يبحث عن عرين الصدارة يحتل المركز الرابع. الأسد إذن لهجن الرئاسة يضمره السيد راشد بن محمد باسم المنصوري. أربعة أسماء أعلنت انفرادها، أعلنت انطلاقها عن البقية. نتراجع لنتابع المركز الخامس وأجد من هناك شعار هجن العاصفة ينطلق مع متعود. متعود إذن في المركز الخامس لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الاكتبي. ها هي الأسماء الخمسة الأولى، وهناك أسماء أيضا لم يحن موعد دخولها. انتصفت المسافة وها هو الصيرمي ينتقل ويتقدم إلى مركز القيادة. تسلل إلى مركز القيادة ليبدأ في تنفيذ مخطط العاصفة في الهجوم على الرموز. ها هو الآن في الموقع الحساس يحتل الصيرمي المركز الأول بانطلاقته المضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أما المركز الثاني هنا هجن الرئاسة تقدم جديدها في هذا الموسم. وهنا المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام لهجن الرئاسة، المضمر هو راشد بن محمد باسم المنصوري واسمه الواصل. الله الله، الكل وصل إلى هذا الميدان من أجل البحث عن الرموز، من أجل تأكيد التفوق. هنا الواصل إذن في المركز الثاني لهجن الرئاسة السيد راشد بن محمد باسم المنصوري في التضمير. مصوب يحتل المركز الثالث أيضا لهجن العاصفة، يضمر مصوب حمد بن راشد بن غدير. أما المركز الرابع فهنا الأسد لهجن الرئاسة اللي يضمر الأسد راشد بن محمد باسم المنصوري. وخامسا متعود لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير الكتبي. لا جديد على المراكز الخمسة الأولى. هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام نسير بكم في أجواء مثيرة، في أجواء البندقية، في الشوط المفتوح. وهنا الصيرمي يحتل المركز الأول منطلقا بكل اندفاع قوي، مصمما كل التصميم على انتزاع الرمز الثالث في هذا المساء لإمبراطورية هجن العاصفة. هجن العاصفة، الله الله، الصيرمي إذن يحتل المركز الأول ينطلق بكل ما أوتي من قوة. أترون هذا الجبروت؟ أترون هذه العتو؟ أترون هذه القوة؟ يا سلام يا سلام، الصيرمي إذن في المركز الأول بدون أي منافس حتى هذه الأثناء يقترب اقترابا اقترابا كبيرا من انتزاع الرمز الثالث. هذا هو الصيرمي لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الثاني هنا الواصل لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد باسم المنصوري. لوحة الإعلان
1200. والصيرمي هنا يباعد المسافة، يقترب من تحقيق الإنجاز الثالث للعاصمة وهجنها المميزة التي بدأت في افتتاح أمسية الرموز من خلال عوايد ومن خلال زوبعة. يا سلام! إذا مشاهدينا الكرام، كانت العوايد لهذا الشعار، فجاءت زوبعة العاصمة في الشوط الثاني، وها هو الصيرمي بكل صرامة بكل قوة بكل ما أوتي من دماء نقية أصيلة تسري في دماء، ويتوقع بالغراب أن يتحطم التوقيت في شوط الصيرمي. الصيرمي إذن يباعد المسافة، ويسرني ويطيب لي من هذا الموقع أن أتقدم بالتهنئة لهجن العاصمة وإلى مالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على انتزاع الصيرمي وعلى فوزه بالبندقية الذهبية. ومثل ما قال فزاع في أحد أبياته ممتدحا أباه يحفظه الله، أبوي أبوي الصيرمي لا عدمت، خذيت منه الأولة والأخيرة. ما شاء الله، ها هو الصيرمي إذن ينتزع المركز الأول، ينتزع البندقية الذهبية في أقوى التحديات في الشوط المفتوح الخاص بالجذاع القعدان. تهانينا إذن للعاصفة وهجنها على فوز الصيرمي. الصيرمي إذن مع البندقية الذهبية، الذهب إذن للعاصفة في المرة الثالثة على التوالي. هاتريك إذن يتسجل هنا مع الصيرمي الذي حمل أيضا شعار هجن العاصفة. ولا يفوتنا أن نهنئ الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الثاني جاء فيه ربدان لهجن الرئاسة، المركز الثالث كان من نصيب لوسيا لهجن الشحانية، المركز الرابع جاء في حرب لهجن الشحانية، والمركز الخامس جاءت في أيضا هجن الشحانية مع مشوش. إذن مشاهدين الكرام، شوط أحكم القبضة عليه الصيرمي ليكون متفوقا على الجميع، قاطعا المسافة في زمن مقداره 9 دقائق ثانية واحدة جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهنية لحمد بن راشد بن غدير الكتبي مضمر الصيرمي. أما المركز الثاني فجاء في ربدان لهجن الرئاسة قاطعا المسافة بدوره في زمن مقداره 9 دقائق و3 ثواني و9 من الأجزاء. تهانينا لهجن الرئاسة وإلى مضمر ربدان مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي. أما المركز الثالث فجاءت في هجن الشحانية من خلال الوسيل الذي قطع المسافة بدوره في زمن مقداره 9 دقائق و4 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، والتهاني إلى المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نبدأ ونستعين، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. انطلق هذا الشوط وآخر رموز سن الجذاع بالنسبة لأشواط أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه. انطلق هذا الشوط وشوط البندقية الذهبية الخاصة لفئة المحليات بالنسبة للقعدان. المسافة هي 6 كيلومترات التي تحمل في طياتها هذه الشعارات التي انطلقت باحثة عن الرمز الغالي وعن التتويج والفوز والناموس. بداية مع مقدمة الشوط مع المركز الأول وشعار هجن الشحانية يتقدم مع المركز الأول ويتقدم مبعد مع مقدمة الشوط، ويقدم لنا مبعد العملاق.